المشير محمد عبد الغني الجمسي ترأس وفد مصر في أول مفاوضات مصرية إسرائيلية مباشرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. المفاوضات التي عرفت بمفاوضات الكيلو 101 طريق القاهرة السويس. كيف وافقت؟ بسهولة، عندما كلفك وزير الحربية برئاسة الوفد بناء على طلب الرئيس الراحل السادات، وأنت العسكري المحترف الذي عاش حياته العسكرية كلها في حرب مع إسرائيل، هل كان سهلا على نفسك أن تتحول من المحارب إلى المفاوض؟ انا اتحفظ على الكلمه اللي قلتي ان انا وافقت على البتاع دي بسهوله، مش كده؟ مش قلتها كده بسهوله؟ لا، انا رجل عسكري محترف وطول عمر عسكري، ولا زال في دمي العسكريه حتى الان. بس هقول الحقائق عشان الناس تعلم ايه الحقيقه وحضرتك تعرفي. في يوم 28 أكتوبر 73، في آخر يوم في القتال، طلبني الفريق أول أحمد إسماعيل في ذلك الوقت في مركز العمليات، وإحنا موجودين حوالي الساعة 6 صباحا، ورحت له الموجود في المركز الموجود، لقيته مجهد جدا ونايم على السرير وشه أصفر اللي موجود من الإجهاد اللي موجود. وبعدين قال لي إن فيه اتصالات سياسية بين مصر وأمريكا، بالضبط كده، ومن أمريكا مع إسرائيل، ووصلت للأمم المتحدة وقرروا أن يبقى في وفدين عسكري مصري وإسرائيلي يتقابلوا عشان يحلوا مشاكل اللي هيترتب على وجود قوات الطوارئ الدولية. كان في قرار بها أنه هيجي اللي موجود من هنا، وما يترتب على ذلك من ضمان حل او ابعاد القوات عن بعضها. وقال لي انت تعينت رئيس لهذا الوفد. انا اتفاجئت، قلت له انا ال40 سنه ولا ال30 سنه اللي فاتوا في حياتي كلها انا بحارب اليهود، وانا مش عاوز اروح له، فسيادتك تطلب واحد تاني يقوم بهذه العمليه، لان انا غير قابل ان انا انفذها. لم تكن دماء الشهداء قد جفت بعد في رمال سيناء؟ وبعدين قال لي عاوز اقول لك حاجه اتعمل، قلت له بناء على ايه اخترتني؟ واشمعنى انا في اي واحد تاني؟ وبعدين قال لي لا، ده انا جاي، وزي ما انت شايفنا كده، كان في مؤتمر الليله اللي فاتت اللي هو احنا في الفجر بقى في وقتها، حضره هو في الرئاسه برئاسه الرئيس سادات، هو والمرحوم حافظ اسماعيل وزير الخارجيه وكذا واحد من اللي موجودين من هناك، وبحثوا الموقف بتاع الامم المتحده اللي الوفدين الاثنين اتعينوا قصاد بعض، يتعينوا عشان يروح. قالوا بحثنا الموقف مين اللي يبقى رئيس الوفد العسكري، ولم وقع الاختيار عليك لانك رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه، فتعرف اوضاع قواتنا واوضاع العدو بكفاءه، لما تيجي تفصلهم عن بعض يبقى لصالحنا القوات تكون مرتاحه فيه. وبالتالي انت اتكلفت او انت اللي اتعينت. قلت له يعني قرار رئيس الدولة ده، رئيس القرار ده اللي انا اقصده ده؟ قال لي قلت له اذا كان الامر كذلك انا هروح، وطالما انها مهمة كمهمة من مهام القتال هروح، واحنا لسه من قتل هروح. فين هو المكان ده؟ قال لي في كيلو 101 اللي موجود من هناك، كان فيه القوات الاسرائيليه في القطاع ده واحنا موجودين من هنا. اتعين معايا واحد ضابط مخابرات من اداره المخابرات الحربيه، ضابط كويس قوي، وقلت واحد مدني يبقى معايا، رجل سياسي يبقى فاهم اللي بيدور، لان هيكون تحت علم الامم المتحده، ونعرف ايه اللي موجود واللي بيتكلم فيه عشان ما يحصلش فيه خطا. فاتعين واحد اسمه المستشار عمرو السري، ورحنا احنا الثلاثه مشينا. بتاع الامم المتحده فين؟ مندوب الامم المتحده جه وراكب عربيته بالبرق بتاعه بتاع الامم المتحده، واللبس مميز والعربيه مميزه الامم المتحده. وانا ركبت عربيه مع زمايلي في عربيه جيب اخرى، وخدت مجموعة صعقة في عربية الثالثة اللي موجودة كنوع من الوقاية
قد يحدث شيء ما، لان الكيلو 101 ده يبقى فين؟ يبقى في القطاع في داخل الحته اللي هم قاعدين فيها الاسرائيليين. ايوه لما اختاروها طلعت دي اللي موجود. ف رحت على مضض و لقيت ضابط اسرائيلي واقف موجود هناك على الحته اللي موجود ومعاه جهاز لاسلكي. ما مشينا وراه بتاع الامم المتحده كلمه و دخلنا حوالي 4 كيلو في الحته بتاعتهم اللي هم موجودين فيها. وكان الكلام ده حوالي الساعه 1:30 الصبح، لان كنا ملتزمين ننفذ قرار مجلس قرار الامم المتحده اللي موجود. وجه توقيته فرقت جرينتش بالتوقيتات بالكذا ساعة، وصلنا الساعة 1:30 قلنا نروح الساعة 1:30 صباحا. فرحت موجود قبل ما اطلع قلت مين اللي هيكون قصادي؟ ايوه انا اسف. مين اللي هيكون قصادي؟ قالوا لي في واحد اسمه ياريف، هارون ياريف، ومعاه واحد اسمه كذب. وطبعا هم عرفوا الاسم اللي موجود بتاع من هناك اللي موجود. هارون ياريف انا عارفه كان مدير المخابرات الحربية بتاعهم وطلع المعاش. أيوة. واستدعي في أثناء حرب أكتوبر ليساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة من المعاش موجودة من عنده، فأنا عارف عنده المعلومات الكثير. لما وصلنا قبل ما نوصل لغاية هناك سألوا هنعمل إيه؟ هنسلم عليهم ولا مش هنسلم؟ بالظبط حضرتك يعني خدت السؤال مني. هنسلم عليهم ولا مش هنسلم؟ انت في حرب واليوم 28 دخلت الحرب 6 أكتوبر، انت يوم 28 زي ما قلت حضرتك دماء الشهداء لم تجف بعد، هتسلم عليهم ايه؟ اول مره في تاريخ الفوضى اول مره تحصل الموضوع ده. وبعدين قلت لهم ايه بقى؟ لما ننزل هلاقي هم هيكونوا موجودين واقفين. ايوه اذا كانوا واقفين انتباه، احنا هننزل نقف انتباه بالعسكريه. اذا عظمهم وادوا التحيه العسكريه هنؤدي التحية العسكرية. أيوة. إذا لم يؤدوا التحية العسكرية إحنا لن نؤديها ولا نسأل عنه ولا نسلم عليه ولا نسلم عليه. قالوا طيب. لما رحنا لغيت موجود هناك لقيت حوالي 6 ضباط ياريف وغيره 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 6 واقفين. وأولا كانت ما كانش الخيمة. أيوة. كانت حتة اللي إحنا قعدنا فيها بين دبابة وعربية مدرعة إسرائيلية وفوق مشمع والنور موجود جوه زي النظام اللي عندنا في الجيش بيتولع شوية نور وكراسي خشب وبتاع حاجات ميدانية اللي موجودة. لما وصلنا هناك نزلت وقفت بقى على بعد أكتر من خطوة ونص علشان لو كان هو هيسلم يبقى خد خطوة، ما خدش خطوة يبقى خلاص اللي موجود. تنت وقف راح جاي ومسلم عليا، اللي بعديه سلم واللي بعديه سلم اللي بعديه سلم، اللي ورايا بقى الاوامر سلم 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 سلم. احنا هو اللي جالك مد ايده، شعرت لحظتها ايه وانت بتمد ايده؟ انا حاول ايه حاجه موقف ما كانش على بالي، انما لازم ما كانش فيه لسه ساعتها لا سادات ولا لا 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 ديفيد لا لا ولا لا لا زياره للقدس ولا حاجه خالص. لا لا ابدا، ده اول مره نحط انا بقى مكلف بمأمورية متقمص شخصية، انا رجل عسكري في القوات المسلحة المصرية ومصري. أيوة. فلازم احافظ على هذا الاسم وهذا المستوى، ان انا كون هو يكلمني وانا اكلمه ما يصح ينقلب بينا وبين بعض ان هو يضرب فيها نار وانا اضرب فيها نار ومجموعة الصحقة تدخل. أيوة. طالما ان هو عمل كده يبقى لازم ابادله، لان من الناحية الانضباطية اللي تحكم بها قوات مسلحة لطرف مع طرف آخر مثل هذه المعاملات، ولو إنه عدو وهو عدو معايا وأنا عدو ليه، إنما طب ما بيحصل فيه موت بعد كده. أيوة. اللي موجود ما حصلش، لما جه سلم سلمنا مدلك إيده. خد قد إيه منك ثانية يعني؟ مديت فورا ما تاخدش حاجة، يا دوبك هو يعمل ده أنا مش هضحك مش هضحك واجه، انا متضرر من المأمورية من اولها الى اخرها، وبالتالي انا دي موجودة غصبا عني لازم لما يسلم، وإلا نعمل الخلف دور وارجع. وبعدين قعد سلمنا وراح مسلمين وقاعدين بتاع علم الامم المتحدة، شال علم الامم المتحدة وحطه جوه الخيمة.
ولا جوه الحته اللي انا قلت لك عليها ما كانتش خيمه، وقعدنا على الكراسي عشان نبتدي الشغل بقى اللي موجود. اهي الراجل بتاع الامم المتحده قال احنا بنفتتح جلسه عشان كذا وينفذ قانون كذا وكذا، واداني الكلمه. اتكلمت، احنا عاوزين ننفذ قانون، جايين عشان ننفذ القرار بتاع مجلس الامن 338 اللي طلع 1852 يوم امبارح، وقبلها قرار 339 وقبلها قرار 400 340. سمنا لغايه ما خلصنا، وهو بقى جه كلمني وقال لي احنا ما تعرفناش ببعض، عشان الدور عليه يتكلم. احنا ما تعرفناش ببعض، قال يعني مش عارف. مش نعرف ال قلت له قوي، انا بقى الجنرال محمد عبد الغني وما قلتش الجمسي، وده فلان الفلان وده فلان الفلان، عرفنا بيكوا بقى. قال لي انا يا ريف وده وده وده، وخلصنا واتكلمنا. لما خلصت انا كلامي اللي موجود من هناك، قال لي بقى هو ابتدى يتكلم ويتكلم في السلام والسلام والسلام والسلام. احنا جايين ننفذ قرار الامم المتحده، شغل بقى بتاع اليهود يموع المواضيع وياخد وقت طويل فيها وبتاع. بعد ما خلص قلت له انا مش جاي اتكلم في السلام ولا ليا دعوه بالسلام، السلام له ناس اخرين مش احنا. انت راجل عسكري وانا راجل عسكري، احنا جايين ننفذ قرار الامم المتحده اللي قال الوفد العسكري من الطرفين اللي يقعدوا مع بعض يتكلموا، اذا كان عاجبك تتكلم نتكلم، ما فيش خلاص ننتهي الموضوع. اللي ما فيهوش قال قوي ونتكلم. خدنا فيها بقى ساعه ونص او ساعتين ولم نخرج بنتيجه، ورجعنا الساعه واحدة حوالي 3:30 او 4 ومشينا. ودي كان اول لقاء بالنسبه ليا، تجربه جديده ما كنتش احس بيها ولا اتصور انها تكون موجوده، انما حدثت ونفذتها لانها مهمه. زي واحد بياخد مدفع وبيقول له اضرب.